التحليلية من الميادين، بايدن يرفض الرد بشكل واضح على طلب نظيره الأوكراني تقديم المزيد من المساعدة. أي تباينات داخل المعسكر الأطلسي بشأن أوكرانيا؟ وهل تتوقف حدود الدعم عند التضامن من بعيد؟ أهالي الجولان السوري المحتل يحيون ذكرى الإضراب الكبير بمسيرات لا تعترف بالشريط الفاصل. مشاريع الاحتلال بالقدم والاستيطان تفشل أمام تمسك السوريين في الجولان بالأرض والتراب والهوية. بعد رفض المحكمة ترشيح زيباري، الحزب الديمقراطي يرشح رابر أحمد برزاني لرئاسة الجمهورية العراقية. قرار القضاء بفرض الثلث المعطل وإبعاد مرشح الحلف الثلاثي، هل سيعيد الأفرقاء إلى نقطة الصفر بالحوارات والتفاهمات؟ وفي قضية اليوم، المعارضة البحرينية تحيي ذكرى الحراك الشعبي المستمر باحتفالات في بيروت وبغداد. أي معايير تتبعها المنامة في التضييق على المعارضين في الخارج وفتح الأبواب أمام الإسرائيليين؟ وكالة بلومبرغ تقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يرد بشكل واضح على طلب نظيره الأوكراني بشأن تقديم المزيد من المساعدة أو تلبية دعوة لزيارة كييف، وفرنسا تسير بموجة مخالفة لتلك التي تروجها واشنطن بشأن هجوم روسي محتمل. فماذا في خلفية هذه التباينات في المعسكر الغربي الواحد؟ وأي تفسير لهذه الضبابية الأطلسية؟ على وقع التهديدات الغربية وتصعيد الخطاب ضد روسيا، تحافظ موسكو على هدوئها، فهي تعتبر أن إشاعة فكرة مهاجمة أوكرانيا مجرد حملة تضليلية يشنها الغرب. ليس سرا أن أوكرانيا في وقتها الحالي غربية الهوى، إذ تنشد عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتطالب بدعم الغرب وعلى رأسه واشنطن، حيث قام الرئيس الأوكراني بدعوة نظيره الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بين الجانبين إلى زيارة كييف، معتبرا أن الدعوة للزيارة تأتي بمثابة الدعم الأمريكي لبلاده في مواجهة خطر الهجوم الروسي، ولفت إلى أنها ستكون إشارة قوية وستساهم في استقرار الوضع على حد تعبيره. الطلب الأوكراني قابله تردد أمريكي، هذا ما كشفته وكالة بلومبرغ التي قالت إن الرئيس الأمريكي لم يتمكن خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني من الرد بشكل واضح على طلب تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا. هذا التردد الأمريكي الواضح أعقبه تلميح أوكراني على لسان السفير الأوكراني في بريطانيا باحتمالية تخلي كييف عن فكرة انضمامها لحلف الناتو لمنع نشوب حرب مع روسيا ليعود بعد ذلك، وينفي ما صرح به رغم الدعم البريطاني للمقترح. وبالتوازي مع تلك التطورات، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، خصوصا عبر بيلاروس حليفة موسكو. وقد وصف الوزير الأوكراني المكالمة الهاتفية بالإيجابية. وبين الشد والجذب الأوكراني، برز موقف باريس المغاير للموقف الأمريكي بحسب تصريحات مسؤوليها الذين أكدوا أن الخيار الفرنسي هو الحوار والتهدئة وليس المواجهة، وإن الموقف الفرنسي مستقل عن الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، وإن مصالح موسكو مختلفة عن مصالح واشنطن كذلك. الضبابية الأطلسية ومعها الموقف المتقلب من الأزمة الأوكرانية الروسية مع تشيك حينا والتأكيد أحيانا بحتمية الحرب، يضع الأزمة كاملة أمام طبيعة الأهداف والغايات من الترويج لها، وتطرح أسئلة كثيرة حول المستفيد من هذا التوتر. مع مراسل الميادين محمد كريم. محمد، وفق المعطيات التي جاءت في التقرير، كيف يمكن وصف الموقف الأمريكي، موقف إدارة جو بايدن، في التعاطي مع الملف الأوكراني حتى اللحظة؟ محمد، حتى الآن الموقف الأمريكي يستند أو يسير ضمن مسارين، وهذا هو المعلن هنا في واشنطن. المسار الأول طبعا هو المسار التصعيدي، المسار الذي المملوء بالتهديد والوعيد لموسكو بأنها ستواجه عقوبات
قاسية وإجراءات رادعة إن حاولت أو قامت بغزو أوكرانيا. وهذا الموقف حتى الآن أو هذا المسار هو المسار الطاغي من خلال جملة إجراءات قامت بها الولايات المتحدة مؤخرا، وعلى رأسها مثلا مسألة سحب الدبلوماسيين من أوكرانيا، سحب الدبلوماسيين الأمريكيين بطبيعة الحال، وكذلك الطلب من الرعاية الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا على الفور، وأيضا حرمان الطيران المدني من التحليق في الأجواء الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك محمد إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة. إذن هذا هو المسار التصعيدي الذي يمثل فيه الإجراءات الأمريكية واضحة بهذا المسار. المسار الآخر هو المسار الدبلوماسي، والذي على ما يبدو محمد هو لم يكن برغبة صادقة أو حقيقية، رغبة أمريكية إنجاز التعبير، بل هو ناجم عن ضغوط ألمانية فرنسية بهدف الاستمرار بعملية الحوار مع روسيا لتجنب أي مواجهة مباشرة. هنا ومن هذه النقطة تحديدا محمد، بعض النخب في الولايات المتحدة ترى اليوم أن الأزمة هي ليست أزمة مع أوكرانيا بالدرجة الأساس، بل هي أزمة مع ألمانيا بالدرجة الأساس، كون أن الألمان هم من يقفون اليوم عائقا أمام أي محاولات أمريكية باتجاه التصعيد نحو موسكو. أيضا نسأل هنا محللة الميادين للشؤون السياسية والثقافية ديما نصيف، هناك من يقول بأنه روسيا تتعرض إلى ضغوط، البعض يسميها ابتزاز من قبل الغرب، هل هناك أي شبه بين ما تتعرض له روسيا كما يقال حاليا وما تعرضت له في سوريا؟ يعني هناك تقاطعات كثيرة على الرغم من اختلاف يعني القرب الجغرافي وحجم الأزمة بين أوكرانيا وموسكو، أوكرانيا والغرب وموسكو، وبالتالي يعني تقريبا التقاطعات تأتي في إطار أولا الضغط على روسيا عندما يعني جاءت إلى سوريا لمساعدة الحليف السوري في الحرب على الإرهاب، رغم أن موسكو كانت طيلة الوقت تحاول أن تقنع أمريكا بإيجاز الحل السياسي في سوريا أو إنجاز الحل لهذه المعضلة، وكانت واشنطن هي من يتخلى وهي من ينقلب على كل التفاهمات الروسية الأمريكية. أيضا واشنطن لم ترد أن تلتزم بأي من القرارات الأممية التي كانت تدعي بأن روسيا من لا يلتزم بها، ولم تكن تسعى لحل سياسي على الرغم من إصرار موسكو بأنه لا حل سياسي في سوريا إن لم يكن هناك اتفاق روسي أمريكي. كانت أمريكا ومن ورائها الغرب يحاولون طيلة الوقت شيطنة الوجود الروسي في سوريا، وأيضا عرقلت أي حلول يمكن أن تفرض يعني إنهاء هذه الأزمة. وطبعا ما فاقم في هذا الأمر هو التأخر الكبير والطويل جدا في الاعتراف بوجود الإرهاب في سوريا. كانت طيلة الوقت واشنطن وأيضا الغرب يقولون بأن هناك مجموعات يعني تعارض الدولة السورية وتعارض النظام في سوريا، ولا وجود للإرهاب باستثناء عندما ظهر داعش، ويعني كان هذا الهجوم من العراق نحو سوريا، وبررت وجودها واشنطن ووجود قواتها في سوريا بوجود هذا التنظيم. اسمحي لي هنا ديما بالعودة لمحمد كريم لنسأل، أيضا جاء في التقرير هناك موقف فرنسي يعني يسبح عكس التيار الأمريكي لو صح التعبير، ويطرح نفسه كوسيط لحل هذه الأزمة. سبق هذا الموقف الفرنسي كانت هناك أيضا محاولات تركية لتكون وسيط لحل هذه الأزمة. هذه المحاولات من قبل حلفاء في الحلف الأطلسي للولايات المتحدة، هل يمكن التعويل عليها أو تنجح؟ محمد يمكن القول أنها بالفعل يمكن التعويل عليها على أقل تقدير خلال هذه المرحلة الراهنة لنزع فتيل الأزمة وترحيلها إلى وقت لاحق. وعلى ما يبدو من هنا محمد، يبدو أن الضغوط الروسية على الرئيس الفرنسي ماكرون وكذلك على المستشار الألماني شولز قد أتت ثمارها من خلال المواقف التي لمسناها خلال الساعات 24 الماضية محمد، بالحديث عن أن هنالك عدم نية أو وجود نية حقيقية لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، أي أن ضم أوكرانيا لم يعد موجودا على
الطاولة، وأيضا الحديث عن عدم محاولة الناتو توسيع حدوده باتجاه الشرق إلى أبعد من ذلك. طبعا لماذا جل المشكلة بالنسبة للأوروبيين اليوم هو تحديدا ألمانيا محمد؟ هو مسألة خط السيل الشمالي نورد ستريم 2. هذا الأمر الذي تعتقد ألمانيا بأنه أمر تحاول من خلاله الحصول على استقلالية نوعا ما عن الولايات المتحدة في مجال الطاقة وفي مجال الأمن القومي، وهذا الأمر يتطلب تفعيل هذا الخط الذي تعارضه إدارة بايدن حتى الساعة. وبالتالي الأوروبيون يحاولون المضي بذلك، خصوصا بعدما لمسنا أن الوعود من سوق الطاقة العالمية بأنها ستعوض النقص الغاز الروسي هو أمر مستبعد في هذه المرحلة، مما يولد أزمة اقتصادية كبيرة في الأوروبيين هم غير قادرين على تحملها. محمد، أحيا سكان الجولان السوري المحتل ذكرى الإضراب الكبير رفضا لضم الجولان وفرض الجنسية الإسرائيلية عليهم. نتابع التفاصيل في تقرير هناء محامين. تظاهرات كثيرة ملأت هذه الساحة في مجدل شمس منذ الاحتلال. الأولى كانت جنازة رمزية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن هنا انطلقت انتفاضة عام 82 لكسر قرار الضم الإسرائيلي ورفض الجنسية. في الجولان السوري المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الكبير حاصرهم الاحتلال 6 أشهر في قراهم ولم يخضعهم. نحن شعب سوري وأرضنا سوريين، وهوانا المتنفس وهو سوري، وانتمائنا لوطننا سوري، نحن ما نبدلش عنه بهوية إسرائيلية ولا بجنسية إسرائيلية حتى اليوم؟ لحتى اليوم ولحتى لنموت يعني. على وقع النشيد الوطني السوري يلتقي السوريون على جانبي الشريط الفاصل ليقولوا نحن سوريون رغم كل مشاريع الاحتلال الإسرائيلي. أكيد في غصة بقلب كل إنسان أنه مش قادر يتواصل مع أهله هناك ومع وطنه ومع بقية جسمه. شو بتتمني كسورية تحت الاحتلال الإسرائيلي؟ بتمنى التحرير لكل الأراضي العربية، مش بس للأراضي السورية المحتلة، لكل الأراضي العربية. الاحتلال لم يتغير، يوميا في مؤامرات على المناطق العربية بكل المناطق العربية، فالاحتلال باقي احتلال ويجب علينا أن نتصدى للاحتلال ولا نعلق آمالا أبدا على المنظمات الدولية، لأن المنظمات الدولية تخدم الاحتلال. 54 عاما من الاحتلال الإسرائيلي. في إطار ما أسمته الهدف الاستراتيجي رصدت الحكومة الإسرائيلية مليار شيكل في جلسة لها عقدتها قبل نحو شهر على أرض الجولان لمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 8 سنوات، فضلاً عن مشاريع استغلال الموارد الطبيعية وسلبها. هناء محميد، الجولان السوري المحتل، الميادين. ديما نصيف، ما هي الأبعاد من الاحتفال بهذه الذكرى والاحتلال الإسرائيلي يستعد لبناء المزيد من المستوطنات في الجولان وأهالي الجولان باقون على ما هم عليه رغم كل المحاولات لتذويب هذه القضية وإذابتها؟ بالفعل يعني هو ليس فقط احتفال رمزي لم يتوقف طيلة 40 عاما في نفس التاريخ وفي نفس التوقيت الذي حصل فيه القرار الإسرائيلي بضم الجولان والذي استدعى الإضراب الشامل الذي كان من أهالي الجولان قبل 40 عاما، وإنما أيضا يأتي في رمزية وخصوصية الاحتفال هذه السنة أنه أولا كما تحدث أن هناك محاولة إسرائيلية أو هناك قرار إسرائيلي لبناء مستوطنات وخاصة مستوطنتي أسيف وميتار التي يعني يجب أن تبلغ كل واحدة منها حوالي 2000 وحدة استيطانية، ومن أجل زيادة عدد المستوطنين بحلول العام 2030، وأيضا في سعي حكومة الاحتلال لتحويل الجولان لما تقول بأنه عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وشهدنا كيف اعترض أهالي جولان على محاولة الزرع أو على زرع
يعني المضخات او يعني المحركات الهوائيه في العملاقه في اراضيهم، وحوالي 1500 مروحيه هوائيه في تلك المنطقه من اجل توليد الطاقه. هذا امر، وايضا هناك امر اخر يجب ان لا ننساه ايضا محمد، وخاصه هو لانه توضح خلال الحرب السوريه بان جبهه الجولان كانت هي الحرب الاساسيه بالنسبه لاسرائيل. اسرائيل من خلال كانت تقف خلف المجموعات المسلحه التي كانت تعمل في ريف القنيطره وفي جولان وعلى سفوح جبل الشيخ، ومن وراء تجنيد عملاء لها من خلال هذه المجموعات المسلحة نفذت خططها في استنزاف الجيش السوري ومهاجمة قواعد الاستطلاع والرادار التابعة للجيش السوري في تلك المنطقة. وأيضا كانت تقوم بعمليات يعني إنقاذ وإجلاء واستشفاء لهذه المجموعات، وهي بين قوسين ما قامت به إسرائيل هو الذي أحيا أيضا جبهة الجولان في بمكان ما أو بمعنى ما، وبالتالي استدعت لأن يندفع رموز في العمل المقاوم وخاصة الرموز جولانية أولا التصدي لتنظيم جبهة تتصدى أولا لهذه المجموعات المسلحة وتمنعها من استكمال مشروعها في استنزاف الجيش السوري، وأيضا في تدفيع إسرائيل ثمن هذا العمل ومحاولة اختراق هذه الجبهة والمخطط الذي كان لإسرائيل بضم الجولان المحرر للجولان المحتل وأن تقيمه كأقليم مستتبع لها بهذه الطريقة. نشرك هنا الزميل، اسمحي لي فقط ديما لو سمحتي، نشرك هنا الزميل محمد الفهد لنسأل. تركيا أيضا تتواجد عسكريا في شمال العراق تحديدا في نينوى، البعض يرى بأن هذا الوجود التركي لأنه تركيا تخفى على أحلام عثمانية وهي تسعى لضم هذه الأراضي أيضا. كيف ينظر العراقيون إلى هذا التواجد العسكري التركي في نينوى؟ نعم محمد، يجمع المراقبون وتجمع التحليلات على أن الوجود التركي في شمال العراق يتجاوز مبررات محاربة حزب العمال الكردستاني لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الوجود العسكري في قاعدة زليكان في بعشيقة في نينوى هي لا علاقة لها بوجود البككي أو ما يعرف بحزب العمال الكردستاني في بعض المناطق في شمال العراق. كذلك أن بعض التصريحات التي تخرج من مسؤولين أتراك توحي بأن لدى تركيا حلما يعيد الأمجاد السابقة، ولا سيما اعتقاد تركيا بأن معاهدة لوزان التي قسمت بعض الحدود ووضعت بعض الحدود بعد الحرب العالمية الأولى ربما تنتهي في 24 من يوليو عام 2023، وبالتالي ربما تحاول تركيا أن تضع اليد على بعض المساحات التي تعتقد أنها كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية. نعم. وبالتالي أن هذا التحرك التركي الآن ينظر له العراقيون على أنه يندرج ضمن خانة الأطماع وخانة وضع اليد على مساحات من الأراضي بعيدا عن المبرر الحالي. كذلك أن بغداد أرسلت رسالة لتركيا من خلال نشر الجيش العراقي في سنجار وطرد بعض الجماعات المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وفرض سلطة الدولة، هي رسالة على أن بغداد قادرة على إخراج هذه المجموعات التي تتخذ منها تركيا مبررا لخرق السيادة. اسمح لي هنا بالعودة لديما نصيف محمد ونسأل السيادة. هي مراحل صعبة فعلا ديما مرت بها الجولان السوري المحتل، من اعتراف ترامب بالسيادة ما يعرف بالسيادة الإسرائيلية عليها إلى مساعي الاحتلال لبناء المزيد من المستوطنات وما تفضلت به، هل هذه المراحل الصعبة تتوجب أدوات جديدة للمقاومة من قبل أهالي الجولان والداعمين لهم؟ يعني طيلة الأربعين عاما أطلق ما يصطلح على تسميته أهالي جولان بالمقاومة اللاعنفية، صحيح أنهم لا يملكون سلاح ولم يعني تذهب يعني الأمور إلى حد الاشتباك باستثناء الاشتباك بالأيدي طبعا، ويعني كانت تعتقل إسرائيل الكثير من الأهالي الذين يتصدون لها في كل المحاولات، سواء في محاولات فرض الهوية الإسرائيلية عندما كانت هذا
عندما كان قبل 40 عاما، وأيضا في وضع يدها على أراضيهم في بناء المستوطنات، في وضع المروحيات الهوائية من أجل توليد الطاقة الكهربائية. في كل هذه الأمور لم تنجح إسرائيل في أن تسكت أو تصمت أهالي هذه المنطقة وأن تمرر مشاريعها، يعني بدليل أن إسرائيل عندما يكون صوت المقاومة عالي بغض النظر عن السلاح وبغض النظر عن استخدام العنف ضدها، هي أيضا ترتدع بمواجهة هذا الرفض لوجودها وهذا الرفض للانتماء إليها وهذا الرفض من قبل أهالي هذه القرى، وهم وإن لم يكونوا بأعداد كبيرة لكنهم حتى اللحظة لا يزالون يشكلون بالنسبة لإسرائيل يعني مصدر قلق وأرق أيضا، لأنها لم تستطع طيلة هذه السنوات من إمكانية أن تفرض عليهم بأن يعني يتحولوا شيئا فشيئا إلى ربما كيان ينتمي لها وأيضا يقبل بوجودها، وهذا بحد ذاته أمرا مؤرقا لها وسيكون مؤرقا لا شك بالنسبة للمستوطنين الذين تسعى لتوسيع وجودهم في هذه المناطق. الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية، فهل يفتح ذلك قوة في جدار الأزمة ويزيل جزءا من حالة التعقيد المرتبطة باستحقاق منصب رئاسة الجمهورية؟ نتابع مع محمد الفهد. حالة من الجمود تخيم على المشهد السياسي العراقي بسبب تعقد انتخاب رئيس الجمهورية بعد تدخل القضاء ومنعه ترشيح هوشيار زيباري خيار الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى منصب الرئاسة، ليعاد الاشتباك السياسي هذه المرة إلى داخل البيت الكردي. هذا مضافا إلى أزمة المواقف المستمرة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في ظل غياب لغة التنازل لفض الخلافات وتصويب الحوارات نحو ضفة الحلول. كل هذه الإرهاصات هي دلالة واضحة على أن هذه الفترة التي لحقت بالانتخابات والتي أمدها أكثر من 4 أشهر لحد الآن، والكتل لن تخرج ببلورة لأفكارها وتوجهاتها، مما يدل على أن السياسة لا زالت في العراق عرجاء وأن المخاض عسير. قرار المحكمة الاتحادية عن الثلث المعطل داخل البرلمان أفرز ثلثين معطلين هما الصدر وحلفاؤه والإطار التنسيقي عقب انسحابهما من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لكن قرار المحكمة ببقاء برهم صالح في منصبه حتى التصويت على رئيس جديد منح الأفرقاء هامشا دستوريا لحل خلافاتهم. أعتقد بأن موضوع الفراغ الدستوري لن يمر به العراق ما دام السيد برهم صالح باقي في منصبه ويستطيع ممارسة صلاحياته إلى أن يتم اختيار رئيس جمهورية جديد. ومع تحول منصب رئاسة الجمهورية إلى عقدة تسبق حسم شكل الحكومة المرتقبة، فإن المشهد السياسي بات أكثر ضبابية من ذي قبل بعد تداخل الملفات مع بعضها البعض. التطورات السياسية المتداخلة التي أحاطت بمنصب رئاسة الجمهورية عقدت على ما يبدو مشهد الوصول إلى اتفاق حتى داخل مشروع الأغلبية، وذلك بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بمرشح وحيد استبعده القضاء من جهة وانتهاء مدة الترشيحات من جهة أخرى. محمد الفهد، بغداد، الميادين. ومعك أيضا محمد الفهد. الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح وزير داخلية إقليم كردستان حاليا ريبر بارزاني، كيف ينظر إلى هذا الترشيح وهو خارج قائمة المرشحين وقد أغلق باب الترشيحات؟ وهل ترشيح ريبر بارزاني بهذا التوقيت سيزيد الفجوة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني؟ نعم محمد، هو اشتباك سياسي يبدأ من بغداد ولا ينتهي في أربيل لعدة اعتبارات، أن هنالك تصلب في المواقف وإصرار من قبل الأطراف دون الركون إلى التنازلات. ترشيح ريبر أحمد خالد زيباري هو يدلل على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر وماض في مشروعه، وهو
كسر القاعدة السابقة التي اتفق عليه الحزبان التقليديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أن تكون حصة الرئاسة لحزب الاتحاد. وبالتالي على ما يبدو أن هنالك الكثير من التداخلات في هذه الملفات. أولها أن مضي الحزب الديمقراطي في هذا الترشيح على الرغم من مساعي أن يركن الحزبان إلى الاتفاق على شخصية كردية من الاتحاد لمنصب رئاسة الجمهورية ربما سيعقد المشهد في ظل قرارات قضائية وضعت الأفرقاء جميعا أمام عقبة مهمة وهي الثلث المعطل. وبالتالي الثلث المعطل الآن يستطيع أن يكسر نصاب البرلمان في اختيار الرئاسة. إن دفع الحزب الديمقراطي بمرشحه للجلسة فهنالك ربما ثلث سيتحقق لدى الإطار التنسيقي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومن معهما. وإن دفع الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحين كان برهم صالح أو مرشحين آخرين فلدى التحالف الثلاثي الصدر تحالف السيادة الحزب الديمقراطي أيضا القدرة على كسر النصاب. وبالتالي لا سبيل لهذا الحل وفق التحليلات والمعطيات إلا التنازل والاتفاق والتوافق من أجل إنهاء هذه الأزمة. طيب. مع هامش قضائي وضعته المحكمة الاتحادية أن يبقى الرئيس الحالي المنتمي لحزب الاتحاد في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هنا نسأل محمد كريم، في العراق البعض يقول انسداد حقيقي بما للكلمة من معنى مع وجود هكذا تعقيدات وباستطاعة كلا الطرفين كسر نصاب الجلسة. واشنطن لاعب مؤثر في المشهد السياسي العراقي وحليف مقرب للحزب الديمقراطي الكردستاني. هل يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حلحلة هذه الأزمة والتوصل إلى اتفاق أو توافق كردي كردي؟ بشكل عام محمد، الولايات المتحدة في أي مشهد سياسي لديها فيه تواجد مباشر هي تراهن على عدة أحصنة إنجاز التعبير ضمن ما يسمى أو ما يأتي في سياق البراغماتية السياسية. فيما يتعلق بمسألة العراق، ما تريده الولايات المتحدة أو ما يهم واشنطن هو استمرار النفوذ الأمريكي في العراق، هذا أولا. الأمر الآخر استمرار النظام السياسي بالمتمثل بما يسمى بالمكونات والنظام السياسي الطائفي والمذهبي أيضا أن يبقى قائما، متجاوزة بذلك كل الدعوات المتعلقة بمسألة تجاوز هذه المرحلة بهدف الوصول إلى بناء دولة عصرية. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة بشكل واضح محمد لا يهمها مسألة الشخوص بقدر ما يهمها استمرار الوضع على ما هو عليه، ولكن بصيغة وبصورة مسيطر عليه أيضا. محمد الفهد، هذا التشتت الموجود في البيت الكردي لو صح التعبير كما ذكرت في بداية إجابتك الأولى بأنه يبدأ من بغداد، هناك أيضا تشتت كبير في العملية السياسية، ما هي بوادر أو سبل الحل لهذه المعضلة التي نتجت بعد نتائج الانتخابات النيابية؟ يعني حتى الآن وفق ما يصرح به أعضاء في إن كان التحالف الثلاثي بين الصدر والحزب الديمقراطي والسيادة أو إن كان من مكونات الإطار التنسيقي، أن العقبة الوحيدة الآن ربما هي تكمن في رفض السيد مقتدى الصدر لمشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وبالتالي مكونات الإطار التنسيقي أيضا ليس لديها مانع أن تشارك فيما يسمى بحكومة الأغلبية السياسية، لكن بشكل كامل، أن لا يتركوا رئيس ائتلاف دولة القانون ويذهبوا بشكل جزئي إلى الأغلبية السياسية، وقالوا بأننا إما أن نشارك جميعا أو نبقى جميعا. وبالتالي شكل هذا الموضوع عقدة الآن حتى هذه اللحظة انعكست على كل الملفات الأخرى، ومن ضمن انعكاساتها ما يحدث الآن من منصب رئاسة الجمهورية. كذلك الآن داخل البيت الكردي نرى انقساما واضحا، اما بسبب ان هنالك قياده شابه طامحه بعد وفاه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهوريه الاسبق جلال الطلباني، وبالتالي اختلت الاتفاقات بين الحزبين التقليديين واصبحوا ليس ببعيدين عن الخلافات التي تشهدها العاصمه العراقيه بغداد. شكرا جزيلا لكم محمد الفهد، محمد كريم وديما نصيف. مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضيه اليوم.
11 عاما مضت على انتفاضة البحرين، تعود ذكراها اليوم في ظل قضية يراد طمسها، هي المظلومية التي تطرح معها الأسئلة عن المعايير الحقوقية، من قمع الداخل إلى التضييق على المعارضين في المنفى. هو مسار تعتمده السلطات في مواجهة مواطنيها، لكنها في المقابل تفتح أبوابها للإسرائيليين لتأمين موطئ قدم لهم وتمكينهم في الأمن والسياسة. يعزز ذلك بزيارة نفتالي بنت إلى المنامة، وهي أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي. هنا توقف ما اصطلح عليه بالربيع العربي، فأريد لانتفاضة البحرين أن تكون خارج خارطة ما سميت ثورات شعبية، ولذاك التهميش دوافعه بعيدا عن موضوعية الانتفاضة بضخامة حجمها وسلمية أدواتها. كان ثمة خط أحمر هو منظومة الحكم الملكية في محيط خليجي تحكمه الأسر والقبائل، فأهداف الانتفاضة إنهاء فساد السلطة واستبدادها بالحكم من دون الشعب وضد إرادته، حيث يتفرد الملك والأمير بصنع القرار. الشعب يريد إصحاب النظام. بآلة قمع واجهت سلطات المنامة منتفضيها في دوار اللؤلؤة رمز الانتفاضة الذي جرى اقتلاعه، وفي ساحات أخرى راحت تلاحق احتجاجاتهم بقبضة أمنية واكبتها باعتقالات وتعذيب في السجون. رصدت تلك الخروق والانتهاكات منظمات دولية، وباتت لشعب البحرين مظلومية حقوقية إنسانية بلغت أصداؤها العالمية في المحافل، وحيث النفي واللجوء القسري كان مصير الكثيرين. ولم تجد في العواصم العربية من محتضن إلا بيروت ملجأ للمعارضة السياسية، وطال بها الزمن قضية البحرين في خضم تطورات المنطقة وهمومها حتى كادت تكون نسيا منسيا. وها هي بغداد تنضم إلى بيروت لتكون حاضنة لتلك المعارضة المقموعة، ورافعة لصوتها بأرضية للتعبير الحر عن مواقفها في ظل تضييق يتجاوز حدود المملكة ويطرق أبواب المنافي ضد المعارضين. ويا لها من مفارقة يبتغيها حكام البحرين في زمن تستبدل فيه المنامة الإسرائيليين بأحرارها متباهية بالتطبيع، فيكون للمحتل ومشروعه أبواب مشرعة بينما تضيق بأبنائها أرض البحرين. إسرائيل من الوجود، من الوجود. نرحب بكم من جديد، ورحبوا معنا بالمشاركين في قضية اليوم، محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، وأيضا رئيس تحرير الميادين محمد فرج، وأيضا سيكون معنا محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. نبدأ منك قاسم عز الدين، البعض يسأل ما هو مفهوم التضامن العربي، وأبرز الدول التي تتبنى هذا المفهوم هي السعودية على ضوء تدخلها لقمع انتفاضة البحرين. يعني هذا مفهوم التضامن بين الأنظمة لقمع الشعوب الذي تتبناه السعودية، والبحرين خير مثال. ثورة البحرين لم تبدأ في 2011، انتفاضات البحرين ضد الاستعمار البريطاني منذ 1965 قبل الاستقلال، وهذه الانتفاضة هي التي أدت إلى استقلال صوري. لكن البحرين ظل محتلا من أمريكا قاعدة الأسطول الخامس، ومن بريطانيا إلى جانب القاعدة الأمريكية هناك قاعدة بريطانية قليلا ما تثار، تم افتتاحها رسميا 2018، إنما هي موجودة منذ الاحتلال. الانتفاضات المستمرة في البحرين منذ 1992 94 96 حتى 2010، وقدمت ضحايا وقدمت شهداء وقدمت هو ما تدعو إليه الأمم المتحدة وما يسمى المجتمع الدولي وإلى آخره، انتخابات، مجلس دستوري، مجلس حقوقي، عدم التهميش، إطلاق سراح سجناء الرأي، هذه المطالب الحقوق الإنسانية العامة دفع البحرينيون ثمنها باهظا. وعندما نزل ثلث السكان بحسب مصادر البحرينية ونصف السكان بحسب الواقع والصحف، نصف السكان بدوار
البحرين دوار لؤلؤة، تدخلت السعودية والإمارات درع الجزيرة بالتضامن مع الملك لقمع انتفاضة الشعب والاضطهادات الشعب بالاضطهاد الشعب، وما زال الاضطهاد مستمرا حتى اليوم. 2017 ائتلاف الثورة صنف على أنه منظمة إرهابية من السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية، والملاحقة مستمرة لسجناء الرأي وعلى رأسهم رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي. اسمح لي هنا قاسم أن أسأل محمد فرج عن خصوصية، هل هناك خصوصية محمد لانتفاضة البحرين؟ هل هناك ما يميزها عن عموم الحركات في المنطقة إجمالا؟ تحياتي محمد. ثلاث عوامل أساسية تخرج الثورة الحقيقية في البحرين من نمطية التصنيف في المناطق الأخرى، أو ما أصطلح على تسميته الربيع العربي. العامل الأول هو عامل كادري، العامل الثاني أو تنظيمي، العامل الثاني هو عامل جماهيري، عامل الشعارات، والعامل الثالث هو عامل إعلامي. بالنسبة للعامل التنظيمي، لم تكن الثورة في البحرين أو التحرك في البحرين قائمة على تحركات غائمة ضبابية تحركها السفارات والمنظمات غير الحكومية كما جرى في مصر. لم تكن استجرارا لعصابات إجرامية تكفيرية طائفية كما جرى في سوريا. فبالتالي كان الشكل العام، الشكل الأساسي لهذه التحركات، تحركات أصيلة، ثورة أصيلة، ليست ثورات ملونة، ليست ثورات مصنعة في دوائر CIA وما إلى ذلك. الجانب الآخر هو جانب الشعارات. الشعارات لم تكن تقطر طائفية، لم تكن تتوجه إلا إلى شعارات مجابهة التطبيع، مواجهة التطبيع. لو نظرنا إلى حجم اليافطات التي يرفعها شعب البحرين في هذه المسيرات والمظاهرات الليلية، الشعار العام هو مجابهة التطبيع، مجابهة الاستعمار، حتى يعودون إلى الاستعمار البريطاني، يقولون الاستعمار البريطاني والاستعمار الأمريكي. في الجانب الثالث هو الجانب الإعلامي، عندما سخرت كل وسائل الإعلام، عندما أنتجت ما يسمي المواطن الصحفي، عندما أنتجت صورتها الخاصة، عندما زيفت الصورة وعدلت الصورة، كانت وسائل الإعلام تحاول أن تصنع تحركات في دول أخرى، ولكنها كانت تحاصر الثورة في البحرين، كانت تحولها إلى صراخ في الظلام، كانت تريد لهذه الثورة الحقيقية أن تختنق. لا يرى أحد صورتها، لا أحد يسمع صوتها ولا يسمع صدى هذا الصوت بأي شكل من الأشكال. هذه العوامل الثلاثة جعلت ما يجري في البحرين ليس تحرك عابر، هو ثورة حقيقية لها معاييرها وشروطها الأساسية، وليس ثورة ملونة كما جرى في أكثر من إطار ناصر في أكثر من مكان في العالم. زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى البحرين نفتالي بنت كما أعلن، ما سبب هذه الزيارة؟ ماذا يبحث بنت في المنامة في هذا التوقيت؟ واضح تماما أن البحرين أصبحت الآن نقطة الارتكاز التي يتوزع الدور الإسرائيلي منها إلى الخليج. وحتى لا أكرر نفسي مع الزملاء، أنا أستطيع القول بأنه الآن يتراجع ويتقلص الدور السعودي في البحرين، استكمالا لما قاله زميل قاسم، والدور الإسرائيلي بدل السعودية، ليس فقط في التدخل العسكري عن دوار اللؤلؤة، وإنما أبعد من ذلك لسنوات طويلة قادمة. كلما دخلت إسرائيل في البحرين وفي منطقة الخليج، كلما كان ذلك على حساب المساحة السعودية، وكلما تقدمت إسرائيل أكثر، إنما هي في ظهر السعودية. ورويدا سنجد النتيجة أكثر. أما على صعيد أمريكا، فتتحول إسرائيل من جاسوس على الخليج إلى مقاول أساسي، يأخذ المهمات ويشارك وكأنه فرقة أو لواء في الجيش الأمريكي، وهذا طبعا يطرب الإدارات الأمريكية التي لا تريد أن تخسر ناخبيها، خصوصا فيما يتعلق بالمعارك ما وراء البحار بعد تجربة أفغانستان. وأمريكا تحتاج الآن إلى مقاول يضع يديه في العمليات الوسخة للجيش الأمريكي حتى تعفي نفسها. يضاف إليها نقطة ثالثة تتناسب مع واقع المعارضة في البحرين والانتفاضة، أن إسرائيل مارقة على القانون الدولي، خارقة لكل القوانين الإنسانية، نظام أبايد، وبالتالي سيكون هذا مناسب جدا لمن يريد أن يخرق القانون وحقوق الإنسان في البحرين. قاسم عز الدين، أين يظهر التضامن العربي في مواجهة دعوات كم الأفواه للمعارضين البحرينيين ولانتفاضة البحرين عموما؟
التضامن العربي منذ أن طرحت مسألة التضامن العربي كانت مطروحة التضامن مع الشعوب العربية، ولم تكن منذ البداية حتى اليوم هي تضامن بين الأنظمة القمعية والاستبدادية العربية التي تقمع شعوبها ومستتبعة للخارج. منذ أن ولدت هذه الأنظمة هي متضامنة مع بعضها البعض وتساند بعضها البعض، ولم يكن مطروح أبداً أن مسألة أن تتضامن وأن تزيد هذا التضامن. التضامن كان تضامناً مع الشعوب ولم يزل حتى الآن وسيبقى تضامناً بين الشعوب. الآن التضامن الذي يظهر فعلياً بين التضامن العربي مع البحرين على سبيل المثال ومع غيره هو ما نشهده اليوم من تأييد، من مؤازرة، من رفع الصوت، من عدم كم الأفواه ورفض كم الأفواه التي تحاول السعودية والبحرين وإسرائيل وغيرها كم الأفواه لكي يسكتوا ويتضامنوا مع هذه الأنظمة الفاسدة، الأنظمة الاستبدادية، الأنظمة التي تقهر شعوبها اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ومستتبعة للخارج. لكن أيضا هناك بعض الأحرار. سعيد الشهابي أمس في المؤتمر الصحفي أمام سفارة البحرين في لندن يقول أن ثورة البحرين هي الثورة الوحيدة التي لا تزال مستمرة. وبنفس الوقت 70 نائبا من مجلس العموم الشرفاء، مجلس العموم البريطاني، وقعوا على العريضة لإدانة نظام البحرين وأنظمة الخليجية التي تقمع شعوبها. أيضا بعض المسؤولين أو الشرفاء في الوزارة الخارجية الإيطالية التي هي تقريبا ليس لها مصالح مباشرة بالخليج والبحرين أيضا تؤيد واضح. أيضا خارج حدود البحرين، نسأل هنا محمد فرج، كيف تنعكس نتائج انتفاضة البحرين على المنطقة ومواطنيها؟ نجاح الانتفاضة في البحرين دائما يشكل عامل تحفيز لشعوب المنطقة، وهذا تاريخيا بالمناسبة. العرب ما زالوا يتذكرون حرق سيارات ما أسمي الحامية البريطانية في البحرين كنموذج، برلمان 73 الذي تم إجهاضه لاحقا بأي شكل من الأشكال، ولاحقا الحديث عن المسيرات والمظاهرات ضد التطبيع في مواجهة كل الدعايات التي تقول أن شعوب الخليج ليست إلا شعوب العمالة المهاجرة والمستثمرين ولا يوجد شيء في الخليج يمكن انتفاض على محاولات التطبيع. اليوم الشعب البحريني يقول بأنه يشكل النموذج الأساسي لمواجهة هذا المشروع. كلما تصاعدت، كلما نجحت الثورة البحرينية، كلما تم فرملة ووضع كوابع حقيقية لإجراءات السلطة في البحرين في عدد كبير من الاتجاهات. أولا الاتفاقيات الأمنية التي تسارع فيها في تسليم وإعادة هيكل الأجهزة الأمنية البحرينية وإدخال الإسرائيلي إلى داخلها والحصول على كم هائل من بيانات المواطنين التي قد تتسع خارج إطار البحرين. اتفاقيات سرية أيضا في الجانب الأمن السايبراني وما إلى ذلك، اتفاقيات لها علاقة يمكن الحديث عن استقبال ضابط بحرية كان قبل أيام، والحديث عن عدد من كبير من التقارير ضابط بحرية بمعنى آخر، يمكن الحديث عن خطط لإرساء قطع بحرية إسرائيلية في المستقبل في إطار إعادة التموضع الأمريكي، الانسحاب الأمريكي من المنطقة، إعادة ترتيب الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة، كل هذا في هذا الاتجاه. الواجهات الثقافية التي قد يتم العمل عليها من خلال عدد كبير من الاتفاقيات، أكاديمية شيموت أو غيرها، التي بادرت عدد من الجهات في البحرين في هذا الاتجاه. أيضا قطاع الأعمال، الاتفاقيات التي تم توقيعها في شهر تموز عام 2021 كانت اتفاقيات حساسة لا تتحدث فقط عن التبادل التجاري المفتوح بين البلدين، وإنما تضر بكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية التي قد تكون تتعامل مع هذه المؤسسة أو تلك في البحرين، ومن حيث لا تدري هي تتعامل مع شركات إسرائيلية. ناصر اللحام، يعني خارج حدود البحرين، في بيروت، في بغداد، في أكثر من عاصمة عربية ومنطقة عربية، هناك تأييد وتضامن، وأيضا كما ذكر قاسم حتى في بعض البلدان الأوروبية. لكن الدور الإسرائيلي الحالي هل متوقع أن يشعل الانتفاضة أكثر بوجه السلطة البحرينية داخل البحرين؟
أي وأنا في الأمم المتحدة اطلعت على تقارير مذهلة حول حقوق الإنسان في البحرين. ملف حقوق الإنسان في البحرين هو ملف فشل بالنسبة للأمم المتحدة. ثانيا الدور الإسرائيلي لغاية الآن غير واضح للخليج. واضح أن دول الخليج الغنية ضحت وقدمت البحرين قربانا للإسرائيليين، ولاحظنا حين جاء جماعة ترامب في مؤتمر المنامة كيف تعفف الآخرون وأغرقوا البحرين من دون أن يكونوا أهل البحرين أصحاب قرار في موضوع التطبيع. أين يصل الدور الإسرائيلي؟ ستتحول البحرين إلى سجن، لكن هذا السجن سيرتد على هؤلاء الذين ضحوا بالبحرين. البحرين وطن، البحرين ليس خبر، ليست خبر، وبالتالي ليس بعيدا الزمان الذي تنقلب فيه الأمور. وإذا كان أحد يريد أن يضحي بالبحرين باعتبار أنها تجربة أو باعتبار أنها محاولة من الخليج لاستكشاف ماذا تخطط الإدارة الأمريكية وإسرائيل، أنا أقول لك بأن إسرائيل لا تعرف ماذا تخطط الإدارة الأمريكية، وتفكر الآن ليلا نهار في انتكاسة المجتمع الأمريكي ضد إسرائيل، والتي أصبحت مكروهة كنظام أبرتهايد حتى عند يهود الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر أن الحساب على الورقة والقلم الذي تدرسه بعض الأنظمة الخليجية لن يكون صحيحا ولا دقيقا. قاسم بدقيقة لو سمحت، من يوفر غطاء للبحرين مع كل ما يرتكب داخل البحرين بحق المعارضين؟ هل اتفاقات تطبيع الأسرى توفر غطاء للبحرين للتملص من هذه الجرائم؟ هي المصالح الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج، لكن المنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان تتأثر إلى حد بعيد بما تسميه الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، وهذا له تأثير كبير على نشاطها، لذلك خف نشاطها بحجة أن البحرين وغير البحرين تتجه إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط مع إسرائيل. لكن عمليا لم يختلف الأمر كثيرا، مدير المخابرات البحريني، مدير الأمن والاستخبارات البحريني حتى 1989 هو ضابط بريطاني، ريان أندرسون هو الضابط البريطاني، والآن يحله ضابط ما كانه ضابط إسرائيلي. بالمقابل كل من يرفض الأسرلة ويعترف أو يعرف بأن الأسرلة هي جزء لا يتجزأ من انهيار المنطقة وقمع الأنظمة الاستبدادية يتحرك، وهذا ما نراه في بيروت ونراه في بغداد وقد نراه في القريب العاجل. نسأل هنا أيضا محمد فرج عن آفاق والنتائج المحتملة لانتفاضة البحرين في المستقبل بدقيقة محمد. يعني هذه الانتفاضة وثقت جمعية الوفاق على سبيل المثال في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 عدد كبير من الانتهاكات، 5 حالات اختفاء، نتحدث عن 47 حكم تعسفي، نتحدث عن 84 اعتقال تعسفي، نتحدث عن أكثر من 663 انتهاك فردي في السجون، مداهمة ل 54 منزل ومنشأة خاصة. هذه الثورة المظلومة لابد أن يفتح عليها نافذة ما لاحتضانها، لاستيعابها، للتعاون معها، ولا سيما أنها ثورة ومصنفة كثورة وليس أي شيء آخر على شكل التحركات في المناطق الأخرى. احتضان هذا التحرك بأي شكل من الأشكال الإعلامية ودعم حقوق الإنسان وفتح منصة للمؤتمرات في لبنان، في بغداد، في عمان، في أي مكان في المنطقة العربية هو واجب على شعوب المنطقة. ناصر اللحام في الدقيقة الأخيرة، ما هي المهمات الموكلة لإسرائيل في البحرين؟ وهنا السؤال، لماذا لا تقوم بها الولايات المتحدة بصورة مباشرة؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتورط بعد ملف أفغانستان. كما قلنا هناك تردد كبير جداً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. اثنين، الدور الوظيفي لإسرائيل أصبح مضنيا، وترامب حاول أن يفتح أو يخفف عن الولايات المتحدة الأمريكية العبء، عبء ثقيل جدا. كل شيء، كل مسمار يضرب في مستوطنة في إسرائيل تدفعه الولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية، تتحول أمريكا من العطاء إلى الأخذ. الآن تريد أن تستخدم إسرائيل كأزعر يجمع الأموال من الخليج. شكرا جزيلا لكم ناصر اللحام وقاسم عز الدين ومحمد فرج. الشكر موصول لكم مشاهدينا. التحليلية انتهت، في أمان الله.